نقص التمويل الدولي ونفاد الأدوية والوقود لا يزالان سببين رئيسيين في استمرار تدهور القطاع الصحي في اليمن. منظمة الصحة العالمية قالت إن نقص الأدوية والوقود يشكل خطراً على المرافق الصحية، وأكدت في تقرير لها على أن مرافق علاج مرضى الفشل الكلوي تعاني من نقص حاد في الوقود والأدوية. بحسب التقرير الأممي فإن أكثر من 4300 مريض بالفشل الكلوي المزمن لم يتمكنوا من الوصول إلى كل الجلسات العلاجية المطلوبة، ما يعرض حياتهم للخطر. والأضرار لا تقتصر فقط على المريض الذي تتفاقم لديه المضاعفات المهلكة، بل تشمل أيضاً أسر المرضى الذين تلحقهم أضراراً مادية ونفسية. الميليشيا الحوثية اتهمت الأمم المتحدة بسحب دعمها للقطاع الصحي في مناطق سيطرتها، ويعود السبب وفق بيانات سابقة للمنظمات الأممية إلى رفض الحوثي إجراء آلية شفافة لصرف المساعدات النقدية، في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الشرعية الحوثي بنهب الكثير من المساعدات الصحية والغذائية. أكثر من 17 مليون شخص من إجمالي 30 مليون نسمة بحسب تقرير المنظمة الدولية يحتاجون للرعاية الصحية في عام 2020، بينما يحتاج اليمن إلى إمدادات طبية عاجلة منقذة للحياة لم توزع الصحة العالمية منها سوى 26 طناً في 6 محافظات، الأمر الذي يبقي الأزمة الإنسانية بلا حل واليمنيون بلا سند.